حاجه ده عن تجربه. قولي قولي. الدكاتره في امريكا اجارك الله، يعني اتعاملي بقى. لا اتعاملي في المستشفيات، شوفي هم بيتعاملوا ازاي. هم طف طف، مش طف عادي، ده انت معديه. أيوة. ودم تقيل وحاجه دي حقيقه. يعني هنا انت لا 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 مدلعه خالص. ايوه دي حقيقه. حاله ولاده حصلت هناك في امريكا، وكانت صاحبتي وبتتصل تعيط من طريقه معامله الدكتوره ليها وهي بتولدها، بتقول لي حاجه، بتقول لي مستحيل اولد. ده انت بتتكلمي على ولاده، ادخلي بقى في امراض قلب، ادخلي في امراض لا 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 لا، بيتعاملوا معاكي بطريقه. احنا في نعمه، يعني احنا نقول احنا بس ما تقوليش كده قوي والله. يعني انا بكلمك بجد. طيب خلاص، فعشان نسد بقى الفجوه دي، عايزين نعرف ان كل حد من الطاقم الطبي والمريض كمان ليه حقوق وليه واجبات. فلما كل واحد يعرف ده هنقلل المشكله بشكل كبير. طيب انا كمريض داخل مستشفى المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا رقم واحد ما اجيش واجيب الاسره كلها وابقى عدد كبير جدا. حضرتك تخيلي كذا واحد داخل او حتى في عياده خاصه وكل فرد معاه 2 3 4 5. اولا هيبقى زحمه، تاني حاجه الناس بتتدخل كتير في شغل الطبيب والتمريض فده بيعطلهم. الحاجه التانيه ان هم بيتكلموا بيبقوا صوتهم عالي، فكل ده بيشغل التنظيم بتكون غلط، غلط بتتسبب في حدوث مشاكل وخلافات وخناقات بتوصل للدار، بتكبر الدنيا. وده ومين اللي بيدفع الثمن؟ الراجل اللي تعبان قدامي. فده دي رقم واحد. رقم اتنين، في ناس بتبقى رايحه العياده او عند الدكتور وهي عارفه مثلا الفيس بتاع الدكتور كذا، بيروحوا بقى يبتدوا يتكلموا ويشتكوا هناك او يفصلوا. ما ينفعش، انا عارفه ان الدكتور اجره كذا فانا هبقى عامله حسابي على ده او هشوف دكتور تاني. تمام. لكن انا مش هتكلم في حاجه زي كده. الدكتور ده مش ملكي. الدكتور ده عنده اسره، الدكتور ده بيعيد، الدكتور ده عنده رمضان، فمش معنى ان انا اكلمه في اي وقت فهو مباح. فلازم يبقى الدكتور مخصص وقت معين المرضى عارفينه عشان يتكلموا مع بعض. تمام. مش اي وقت اقدر اوصل له واكلمه. الحاجه بقى الاهم ان انا وانا جوه الكشف الناس بتبقى متخيله انها مع اي طبيب كانها مع طبيب نفسي، اللي هي بتبتدي تحكي حكايتها. فيا جماعه نركز على المرض نفسه، نركز على الشكوى. انا رايحه لدكتور بطنه فانا مركزه في المشكله دي، مش هحكي حاجه مالهاش اي علاقه. ليه؟ لان لو كل واحد فينا عمل كده محتاجه تفضفض يا دكتور، تروح لدكتور نفسي. يعني هيك فاهمه قصدي؟ دي حقيقه. بس الفكره ان في ناس ثانيه بره قاعده مستنيه. فالدكتور بيضطر ان هو يقفل الفيزيت دي بشكل ممكن يبقى اجريسيف شويه، بس هو برده عنده حق ان هو في عنده ناس تانية. فلو انا كمريض رعيت ده هاخد خدمه طبيه احسن. على الناحيه التانية بقى انا لازم اظبط الخدمه الغير طبيه اللي بتقدمها المستشفيات واللي بيقدمها الاطباء.